ضحي نفس حالي ضحي نفس حالي ضحينا في الرمال ضحينا في الرمال قبرونا في الجبال قبرونا في الجبال ضحينا في الرمال ضحينا في الرمال فين تطبيب بالمجان فين تطبيب بالمجان محارب القديم محارب القديم هاد الناس هادو هما اللي ضحوا بالحياة ديالهم وأفنوا زهرة شبابهم في الدفاع عن وحزة الوطني العزيز علينا، ولكن دون جدوى، وإحنا دائما وأبدا وراء قائدنا الأعلى محمد السادس نصره الله وأيده، تنطلبوا الشفاء بالمجان وخصوصا في المستشفيات العسكرية والمستشفيات المدنية، لأن هذا العام هذا جاتنا واحد لانوت سيرفيس من عند وزير الصحة، يعني الله يجازيه بخير، يعني في السبيطارات المدنية تنعطيوه لا كارت ديال المؤسسة تماك، يعني معفيين من جميع المصارف، ولكن ويا أسفاه، يعني أنا أوجه نداء يعني لقائدنا الأعلى محمد السادس نصره الله وأيده أن ينظر بعين الرحمة والرأفة في هذه الشريحة الضعيفة المستضعفة. محاربين قدماء وأبناء الشهداء وأصحاب الرب لي ومن كله حق في الدفتر العسكري. المطلب ديالنا هو توفير الصحة والحقوق. كنطالبوا بحقوق متقاعد السبيطار يكونوا عنده العناية. كنطلبوا بتوفير هذا المستشفى وهذا المتقاعدين وكنطلبوا حقنا. حقرتونا بالماء والضوء قهرتونا بالماء والضوء قهرتونا المعيشة غالية علينا والمعيشة غالية علينا.